اطلع رئيس تنفيذية الانتقال حضرموت العميد سعيد المحمدي على نشاط مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية غيل باوزير. جاء ذلك خلال لقائه بالمكلا مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية غيل باوزير سعيد الشعملي بحضور الأستاذ علي أحمد الجفري نائب رئيس الهيئة. وأكد المحمدي على استعداد تنفيذية انتقال حضرموت للتعاون المشترك مع جميع مكاتب السلطة المحلية في المحافظة، واعدا بالمساهمة لتلبية احتياجات مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية غيل باوزير. Bye.